ارميا 22. كده قال الرب: انزل لبيت ملك يهوذا واتكلم هناك بالكلمة دي وقول: اسمع كلمة الرب يا ملك يهوذا اللي قاعد على كرسي داود، انت والعبيد بتوعك وشعبك اللي داخلين في الابواب دي. كده قال الرب: نفذوا حق وعدل وانقذوا المغتصب من ايد اللي ظالم، ما تضطهدوش الغريب واليتيم والارملة، وما تظلموش وما تهدروش دم طاهر في المكان ده، لانكم لو عملتوا الموضوع ده يدخل في ابواب البيت ده ملوك قاعدين لداود على الكرسي بتاعه، راكبين في مركبات وعلى خيل هو وعبيده وشعبه. ولو ما سمعتوش للكلام ده فحلفت بنفسي بيقول الرب ان البيت ده يبقى خراب، لانه كده قال الرب عن بيت ملك يهوذا: جلعاد انت ليا، راس لبنان اخليك صحراء مدن مش مسكونة، وأقدس عليك اللي يضيعوا كل واحد والقلب بتاعته، فيقطعوا أحسن شجر الأرض بتاعك ويرموه في النار، وتعدي شعوب تانية كتيرة في المدينة دي، ويقولوا الواحد ده صاحبه: ليه عمل الرب زي كده في المدينة العظيمة دي؟ فيقولوا: عشان خاطر إنهم سابوا عهد الرب إلههم وركعوا الآلهة تانية وعبدوها. ما تعيطوش على ميت وما تندبهوش، عيطوا على اللي يروح لانه ما يرجعش تاني فيشوف الارض اللي اتولد فيها، لانه كده قال الرب عن شلوم ابن يوشيا ملك يهوذا اللي يملك بدل يوشيا ابوه، اللي خرج من المكان ده ما يرجعش ليه تاني، لكن في المكان اللي اثروا ليه يموت، والارض دي ما يشوفهاش بعد كده. يا ويلي اللي يبني بيته من غير عدل والقوه بتاعته من غير حق، اللي يستعمل صاحبه بلاش وما يدهوش الأجرة بتاعته، اللي يقول أبني لنفسي بيت واسع والقوب بتاعتي مرحرحة، ويشق لنفسه شبابيك ويسقب بخشب أرز ويدهن بزينة مغرة حمرة، تكونش هتملك عشان انت بتباها بخشب الأرز؟ مش أكل أبوك وشرب ونفس حق وعدل فوقتها كان ليه خير؟ حكم حكم الفقير والمسكين وقتها كان ليه خير؟ مش دي هي المعرفة بتاعتي بيقول الرب؟ لأن عينيك وقلبك مش على حاجة إلا على خطفك وعلى الدم الطاهر لجل ما تهدره، وعلى الاغتصاب والظلم لجل ما تعملهم. عشان كده بالشكل ده قال الرب عن يهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا: ما يندبهوش ويقولوا آيا أخويا أو آيا أختي، ما يندبهوش ويقولوا آيا سيد أو آيا مجده، يدفن دفن حمار مسحوب ومرمي بعيد عن أبواب أورشليم. اطلعي على لبنان وصرخي، وبشان طلعي صوتك وصرخي من عبريم، لانه تهرس كل اللي بيحبوكي. اتكلمت ليكي فرحتك قلتي ما سمعش، ده طريقك من ايام سباقي، انتي ما بتسمعيش لصوتي. كل الرعاة بتوعك يرعاهم الريح، واللي بيحبوكي يروحوا للأسر، فوقتها تتذلي وتتكسفي عشان خاطر كل الشر بتاعك. يا ساكنة في لبنان، يا معششة في شجر الارز، قد ايه تصعبي عليهم لما يجي عليكي تعب الولادة، وجع زي واحدة بتولد. عايش انا بيقول الرب. ولو كان كنياهو ابن يهويقيم ملك يهوذا خاتم على ايدي اليمين، فانا من هناك اشدك واسلمك لايد اللي بيطلبوا نفسك، والايد اللي بتخاف منهم، والايد نبوخذ نصر ملك بابل، والايد الكلدانيين، وارميك وامك اللي خلفتك لارض تانية ما تولدتوش فيها وهناك تموتوا، اما الارض اللي يشتاقوا انهم يرجعوا ليها فما يرجعوش ليها. هو الراجل كنياهو ده وعاء خزف متهام مكسور، او اناء مفيش اللي ينبسط منه؟ ليه اترمى هو والخلفة بتاعته وترموا الارض ما يعرفوهاش؟ يا ارض يا ارض يا ارض اسمعي كلمة الرب. كده قال الرب: اكتبوا الراجل ده ما بيخلفش، راجل ما ينجحش في ايامه لانه ما ينجحش من الخلفة بتاعته حد يقعد على كرسي داود ويحكم بعد كده في يهوذا.